وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول جل اسمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعانه، يقول عانه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار. هناك ترابط جوهري بين الآية الأولى وبين الآية الثانية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي الآية الأولى، والآية الثانية هي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن قبل أن نشير لهذا الترابط الجوهري العضوي الحقيقي بين الآيتين الكريمتين، نتوقف عند الآية الثانية في إشارة تبين هذه الإشارة عمق ذاك الترابط، فهي كالتمهيد لإثبات ذلك وبرهنته وإيضاحه. الآية الشريفة الثانية بمناسبة أيام مولد أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين في يوم السبت، نبارك لكم مولده المبارك ومولد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم أيضا. اليوم المستظهر أن المقطع الأول يشير إلى البعد التشريعي، والمقطع الثاني يشير إلى البعد التكويني: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين قد اكتمل في هذا اليوم، التشريع الإلهي لهندسة حياة البشرية على امتداد التاريخ قد أكمل بوضع حجره الأساس وهو حجر الولاية بعد النبوة في ذلك اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا إذن هو البعد التشريعي. ثم هناك بعد تكويني: وأتممت عليكم نعمتي. في هذا اليوم بنصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين أكمل الله تكوينا علينا النعمة، فإن قصرنا فالمشكلة منا، لكن فيما كان ينبغي للكريم أن يفعله فقد أكمل التشريع وأتم النعمة تكوينا. ماذا تعني النعمة؟ وأتممت عليكم نعمتي. نحن نفسرها بهذا المعنى: النعمة التكوينية. البعض فسر النعمة، وهي من مصادق ما أشرنا إليه، بالعلم والحكمة، وهو صحيح، لأن أمير المؤمنين عليه السلام هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. عندما نصب الأمير كمولى لكل البشرية على امتداد التاريخ، فقد عرفنا على بوابة العلم الصحيح، على النبع الأصيل النقي العذب، وعلى الماء الفرات العذب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كيف أتممت عليكم نعمتي؟ بأن شرعت لكم أبواب العلم والحكمة. العلم يرتبط بالجانب النظري أو الأعم، والحكمة ترتبط بالجانب العملي، مما قد يعبر عنه بالحكمة النظرية والعملية. البعض فسر من المفسرين المقطع الثاني من الآية بالجنة، أيضا صحيح. وأتممت عليكم نعمتي يعني بأن أوجبت دخولكم الجنة إن التزمتم وإن أطعتم. من يقبل التوحيد ويعمل بمقتضياته ومستلزماته، ويقبل النبوة والولاية ويمشي على هذا الدرب، فأنه قد أوجبت له الجنة، فقد أتمت عليه النعمة. إذن اليوم أكملت لكم دينكم إشارة للجانب التشريعي، وأتممت عليكم نعمتي إشارة للجانب التكويني، ومنها العلم ومنها الحكمة ومنها إيجاب الجنة ومنها غير ذلك مما لعلنا نتحدث عنه في وقت آخر. قبل أن نكمل مقطعا آخر يتعلق بهذه الآية الشريفة، لنستثمر هالمقدار اللي تكلمنا عنه في ربط الآيتين الشريفتين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من مقتضيات كونه رحمة للعالمين أن يكمل التشريع، ومن مقتضيات ومستلزمات كونه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين أن يتم النعمة علينا بنصب علي بن أبي طالب عليه السلام بأمر الرسول. لو لم يكن فعل ذلك، لذا الله قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ليش؟ لأن الله ما يجيب تشريع ناقص. لا يعقل من الكامل أن يأتي بالناقص وأن ينتج الناقص ويشرع الناقص ويهندس الناقص. فلو أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يبلغ رسالة الله لكشف ذلك، إن صح هذا التعبير، عن نقص في تشريع الله وهو محال، عن نقص في كمال الله في الإفاضة على المحل القابل تكوينيا بما يمكن أن يفاض عليه على حسب قابليته، لذا ما بلغت رسالته. فكأنه من الأقل والأكثر الارتباطي، وإن لم تفعل، مع أن النبي بذل جهودا هائلة طوال 23 سنة وبلغ من رسالات الله الشيء الكثير، لكن الآية تثبت أن هذا أقل أكثر ارتباطي. إن لم تفعل فما، يعني كل ما صنعته فهو صفر مطلق، لأن ما صنعته بدون هذه التكملة يعني أن الله قد فعل الناقص، قد شرع دينا ناقصا، وهو جل اسمه تعالى عن ذلك. إذن الترابط جوهري بين الآيتين، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله أرسل رحمة للعالمين، فلا بد من مرسله ومن المرسل أن يكمل الدين بنصب علي عليه السلام، وإلا لم يكن رحمة للعالمين. لابد أن يتم النعمة عليهم، وإلا لم يكن رحمة، لأنه الناس سيظلون عندئذ لولا نصب علي ولا أما الأطهار من بعده لخيم الظلام والجهل والضلال، بل والكبت والإرهاب بأسوأ أسوأ أسوأ معانيه على الكون كله. يعني رغم كل الظلامات التي جرت على أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، ورغم عزلهم الظاهري عن منصبهم في الخلافة، لولا وجودهم هذا الواقعي وحفظهم الثغرة وهم محاصرون رغم ذلك، أو وهم في حالة الغيبة، لكانت الدنيا كلها تعيش دائما أسوأ من زمن الحجاج وصدام وهتلر وموسوليني وغير أولئك، وهؤلاء من المستبدين والطغاة، مما هذا يستدعي عقد بحث خاص. ولذا في
الحديث أو في الكلام المعروف أن وجوده القاعدة، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر. الإمام موجود وإن كان غائبا عن الأنظار، لكنه مشرف، لكنه يسدد، لكنه ييسر، لكنه يدفع كثير من البلايا، وإلا لاصطدمنا الأعداء وأحاطت بنا اللأواء. إذن نحن نقول، بدون أن ندخل في هذا البحث، هو بحث مفصل جدا، الترابط بين الآيتين جوهري أولا، ثم مرة ثانية نعود للآية الثانية. في هذه الآية الثانية هناك أضلاع ثلاثة، وإن شئت فقل أطراف ثلاثة. الضلع الأول هو الناس، وإن شئت فقل المسلمون، هو دقة الناس، ظاهرا المسلمون. اليوم أكملت لكم، هذه هي المحطة الأولى. ضلع هو الناس، ضلع آخر هو الدين. الطرف الثالث، ما نقول الضلع، هذا التعبير بعد مو صحيح نستخدمه. الطرف الآخر هو الله سبحانه وتعالى. فهنا أطراف ثلاثة: الخالق، الخلق، الدين. الخالق جل اسمه رضيته. لاحظ الآية الشريفة شلون ثلاثية الأطراف، الكلام متقن ومتكامل إلى أبعد الحدود. يتكلم عن الخالق بصفة، وعن الدين، وعن الخلق. في هذه المقاطع الثلاثة في الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الضلع اللي هو وسيط بين الرب وبين الخلق، أكملته لكم. اليوم أكملت لكم دينكم، الإكمال صفة الدين، والدين هو الذي يهندس حياتنا في علاقتنا مع أنفسنا ومع الآخرين ومع الطبيعة ومع الخالق أيضا ومع النبات والجماد. فالضلع الأول هو الدين وقد أكمل. الضلع الثاني هم البشر أو المسلمون بتعبير أضيق، وقد أتمت عليهم النعمة. الدين أكمل، البشر أتمت عليهم النعمة. الرب شنو؟ رضي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا ثلاثة أطراف لها ثلاثة صفات، كل منها يليق به تلك الصفة، لأن حول الله ما الذي تقول؟ رضيت لكم الإسلام دينا. فمن الله الرضا، وأما الدين فقد اتصف بالإكمال والاكتمال، وأما الذين مشوا على الدرب فإن النعمة ستكون تامة عليهم أيضا. هذه الأطراف الثلاثة بمواصفاتها الثلاثة كما تلاحظون ترتبط ارتباطا جوهريا بالآية الأولى أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من يرسل رحمة للعالمين ينبغي أن يفعل ما يستوجب رضا الرب، ورضا الرب في نصب أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين كقائد للمسيرة وأولاده الطاهرين أبد التاريخ. إذن الرحمة، مقتضى الرحمة الإلهية أن يفعل الله ثلاثة أشياء، مو شيئين. الشيء الأول أن يكمل الدين، وهو التخطيط العام لحياة البشرية والهندسة لها، وأن يتم النعمة. يكفي؟ لا، إذا كل ذلك موجود هذا هو حالنا، يعني ديننا اكتمل، الدين اللي لازم نعمل به ونلتزم به وننهجه، النعمة علينا تمت، الله راضي لو مو راضي هذا هو أهم كل شيء، ورضوان من الله أكبر، الله أعطانا الجنة ممتاز. لكن إذا كان غير راض عنا وإن لم يكن ساخطة على الحياة، نقص، وأي نقص. لكن مقتضى الرحمة الإلهية أن يفعل ويأمر بتبليغ أمر نستوجب فيه أعظم النعم، وهذه النعمة هي رضا الرب سبحانه وتعالى. هذه إشارة بسيطة ومختصرة. الحديث حول الآيتين، بل حول كل آية، جدا طويل، يعني يستدعي مجلدات، لكن بمقدار ضيق الوقت نشير بعض الإشارات. ثم ننتقل للرواية اللي هي أيضا تترابط ترابطا جوهريا مع الآيتين، فتوضح الآية الثانية والآية الأولى. الرسول صلى الله عليه وآله، حيث أنه رحمة للعالمين أولا،
هذا المنطلق العام. وحيث أنه قد أمر بنصب علي عليه السلام فقال بعد أن نصبه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما الذي فعله الرسول في يوم الغدير أن قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. هنا عندنا بعض التوقفات، بعض الإضاءات، بعض البصائر الهامة في الرواية اللي توضح عمق الآيتين الشريفتين. من كنت مولاه، شنو معنى مولا؟ احنا ما نريد نبحث الشيء اللي عادة مبحوث وهو كلش مهم وأساسي في الغدير وغيره، ذاك نبني عليه، نكمل ما لعله لم يذكر. لعله من كنت مولاه، ماذا تعني المولى؟ لاحظوا هنا نذكر قاعدة هامة جدا. هذه الرواية فيها روائع من الحكم، مع الأسف نقل نحن الاستبصار والتأمل والتدبر والاستضاءة والاستزادة، شوية نتدبر شوف أكو بحر من المعاني في نفس هاي الكلمة، غير البحث اللغوي المعروف أنه هذا مشترك لفظي أو غيره. إضافة إلى ذلك لاحظوا نذكر القاعدة العامة، المنطلق للإنسان تارة يكون منطلق، يعني عندما تريد أن تتخذ قرارا أو تأمر شخصا بشيء. نمثل مثال ابنكم، نوضح البحث بمثال مبسط. ابنكم في الصف الأول ابتدائي ما عنده رغبة في الذهاب للمدرسة، فأنت تدفعه للذهاب إلى المدرسة، لكن من أي منطلق؟ تارة تنطلق من منطلق سلطوي، أنت أب، أنت لك الحق، وأنت الأعرف بصالحه، فتارة تنطلق من منطلق سلطوي، يعني أن لك السلطة مقصودي، فتخاطب الابن من هذا المنطلق، وبيدك العقوبة أيضا، وتقول لازم تروح المدرسة، إذا ما تروح كذا وكذا أحرمك من كذا، تأمره أمرا مولويا وراء قوة أيضا وضمان للتنفيذ أو تلويح بضمانات التنفيذ. تارة هكذا تنطلق، تنطلق من منطلق الحق، وهذا صح، لك الحق ما دام الإنسان له الحق في حدود الحق. لكن تارة تنطلق من منطلق الرحمة، تنطلق من منطلق الفائدة، تنطلق من منطلق المكاسب والمغانم التي تعود له. تقول له روح المدرسة، إذا تروح المدرسة راح تصير طبيب، تكون محترم في المجتمع، ما راح تكون تستجدي هذا وذاك، راح تخدم الناس وأيضا تحصل على الثراء ما تعيل به أهلك مثلا، يعني هذا منطلق آخر غير منطلق منطلق السلطوية والسلطة والقوة والهيمنة والفوقية وإن كانت صحيحة. إذن المنطلقات تختلف، النتيجة واحدة أنه قاعد تهدي إلى سبيل الرشاد، لكن كيف تنطلق في دعوتك؟ تنطلق من منطلق الحق أو من منطلق الرحمة به؟ تقول له هذا لصالحك، هذا اللي أقوله لك، لأن هناك عوائد وهناك مجتنيات وثمرات وفوائد ومكتسبات. الحالة الثالثة أن تنطلق من الكمال، هي ثالثة، حالة ثالثة، تقول له تروح المدرسة تتعلم والعلم كمال، طبعا هذا مو كل إنسان يدركه، إذا هو إلى قابلية قد يدرك ذلك، ولازم نسلك الطريق الثالث الثاني في تسلسل كلامنا. فالمنطلق تارة يكون منطلق الحق، أن لي الحق في أن أفرض عليك الذهاب للمدرسة، وأخرى يكون منطلق الكمال في المدعو إليه، وثالثة يكون منطلق المنفعة والمصلحة والمكتسبات. مثال آخر، الشركة، مدير الشركة يضع قرارات ولوائح ومناهج وعقد، هناك عقد، من يلتزم بهذا العقد فيستمر توظيفه، وإلا يخرج بعد إنذار، بعد إنذارات ثلاثة أو أقل أو أكثر. مدير الشركة تارة ينطلق من منطلق الحق كما هو المعتاد، هاي لوائح أنت موقعت عليه، ما لك حق تخالف، ساعة 8 الصبح تجي 4 تطلع،
أما إذا يوم تجي 8:30 ويوم آخر 9 ويوم آخر حتى 8 والدقيقة، فإحنا في حل من بيعتنا معك، إلى الحق لو ما إلى الحق، العقلاء كلهم يقبلون. لكن هناك منطلق آخر، منطلق الحافز، منطلق الحق أمر، ومنطلق الحافز أمر آخر. تقعد هاي الشركات المتطورة تفعل ذلك، لا تنطلق من منطلق القوة، لها القوة والقانون يحميها أيضا ولها الحق أيضا، تلك الشركات اللي تعمل بالفعل طبق الضوابط الشرعية والعقلائية. لكن مدير الشركة يجلس مع الموظفين، يشعرهم بأهمية عملهم، بقيمة الالتزام بالوقت وبالعوائد المكتسبة، أنه إذا أنتم كلكم التزمتوا بكل هذه الضوابط راح أرباحنا تستمر، أنا ما راح أضطر لأنه أرحل وأصفي 50% من الموظفين. بعض الشركات ألوف العمال أكو فيها والموظفين، أو حتى عشرات، إذا العائد قل الطرف يضطر لأنه يفصل هذا الموظف وذاك، ويبدأ بعملية ترحيل أو نقل أو غير ذلك. ينطلق من منطلق الحافز، هذا منطلق ثاني يختلف عن ذاك، قد يكمله وقد يتصادم أحيانا معه. بعض الشركات الأخرى تقوم بأكثر من ذلك، شو اللي تسوي؟ تخلي العمال والموظفين نسبة في الربح، يخلوا لهم 1% أو 5% مثلا أو 10% من أرباح الشركة، وهذا شرعا ما بإشكال. حافز الموظف يشوف إذا صدق اشتغل عنده راتب شهري 1000 مثلا، لكن إذا أرباح الشركة ازدادت عن الحد المرسوم ف5% تقسم عليكم أنتم، فالعامل راح يشوف بأنه لو جد بالفعل واجتهد راح يحصل بدل 1000 1500 1200، طبيعيا العمال سيتحركون بشكل أفضل. وهذا المنهج في بلادنا مو متبع مع الأسف، إلا إذا نادر موجود. هناك في تلك البلاد اللي أخذوا بحظ من قوانين الإسلام أو العقل فتقدموا علينا، يحاولون أنه يشركون الموظفة في الأرباح كي يكون له حافز داخلي ينطلق فيه باتجاه الإتقان في العمل. إذن هناك منطلق الحافز وهناك منطلق القوة. نأتي إلى كلمة مولى، شوفوا حقيقة الروعة، شوفوا الدقة وشوفوا الجمال وشوفوا العمق. من كنت مولاه؟ الرسول صلى الله عليه وآله سيد البلغاء، سيد الحكماء، سيد العقلاء. ليش انتخب هاي العبارة؟ ليش ما قال من كنت حاكما عليه فعلي حاكم عليه؟ من كنت مثلا مربيا له، من كنت معلما له، من كنت أميرا عليه، من كنت كذا وكذا، هاي كلها تركها رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا موجودة عبارات أخرى مشابهة، لكن الكلمة الجوهرية والمحورية هي هذه الكلمة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ليش؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن كلمة المولى تستبطن كل هذه المعاني بأجمعها، ففيها منطلق الحق، وفيها منطلق الحافز، وفيها منطلق الكمال، وفيها غير ذلك أيضا. لاحظوا حتى نبرهن كلامنا من القرآن الكريم، وحتى تتوضح لنا آفاق كلمة مولى في القرآن وعند في اللغة العربية. هذا كتاب مجمع البحرين، ويعني بالبحرين يعني بحر الكتاب وبحر السنة، ينبغي أن يقتنيه كل إنسان حقيقة. لذا تفسيره هو كتاب لغوي لكن معتمد على تفسير الكتاب والسنة أيضا. يقول تعالى: الله ولي الذين آمن. من كنت مولاه؟ الله هو الولي، ثم الرسول أعطى ولايته للرسول في القدر الذي يمكن تفويضه من الخالق للخلق لأسمى وأشرف وأفضل الخلائق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا منطلق الحافز، هذا جانب من جوانب الولاية. الولي شنو شغله؟ شنو مهمته؟ ما يخلي المولى عليه يضيع في الصحراء ويتيه في البيداء ويظل في الظلمات، لا لا،
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، راح يخرجكم من الظلمات إلى النور كما أخرجتكم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. منطلق الحافز هاي مصلحتك أنت، فائدتك، صح له الحق ومولى. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذا ما في شك، لكن هذا أيضا موجود. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الإمام الصادق عليه السلام، شوفوا يفسر القرآن بالروايات، فهو مجمع البحرين، يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله. إذن هذه الآية ليست فقط تعني الإخراج النظري بل العملي أيضا. يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. الإمام يضيف ما لا يخطر لعله في بال المبتدع عادة، ومن ظلمات المعاصي إلى نور التوبة، يعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة. ليش؟ لولايتهم كل إمام عادل من الله. هاي الآية الأولى. الآية الثانية: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، مقتضى توليه للصالحين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وما أرسلناك إلا رحمة، لأنه متولي، بس مو منطق بس القوة، له القوة، له الكبرياء، له العظمة، له القهارية، لكن شنو يقول الله؟ قاعد يتكلم بالمنطق الحافز والفائدة والمنفعة لكم أيضا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فحيث أنه ولي أرسل الرسول رحمة للعالمين، مو فقط لإثبات قهاريته وجباريته وسلطته وملكوته. أي مجمع البحرين يقول الطريحي رحمة الله عليه: إن ولي الله تعني أي ناصري وحافظي. شوفوا المعاني كلها مستبطنة في كلمة ولي. شو شلون النبي انتخب عبارة جوهرية مفتاحية متنوعة الأبعاد بل لا متناهية الأبعاد. من كنت مولاه، يعني من كنت ناصرة، تريدون واحد ينصركم حقا ويعزكم حقا، فتمسكوا بحبل علي بن أبي طالب عليه السلام. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أي ناصري وحافظي. من كنت مولاه فهذا لأتين الحفظ، أن تحفظ دنياكم، أن يحفظ استقراركم، أن يحفظ أمنكم، أن يحفظ ازدهاركم، أن تحفظ مكتسباتكم الدنيوية والأخروية، فتشبثوا وتمسكوا بحبل أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين. أي ناصري وحافظي ودافع شركم عني، تريدون يدفع الله الشر الأشرار عنكم. الآن نرجع لذيش الآية والرواية، تمسكوا بحبل علي. لو كانت الأمة متمسكة بحبل أمير المؤمنين ومولى الموحدين ما كنا بالطيف حتى نشوف شيء اسمه داعش، ولا اسم القاعدة، ولا اسم الحجاج، ولا اسم أشبه هؤلاء من الطغاة على مر التاريخ، ما كانوا يوجدون خلاص. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية الثالثة ونكتفي، أكو آيات عديدة وأكو مباحث كثيرة هنا نكتفي بها. يقول الله أيضا تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. يفسرها الطريحي: أي كنا نحرسكم من الشياطين. احنا نشوف الجوانب المادية، خطر معين حرسنا الله منه، كادت سيارة أن تدهمني فالتفت في اللحظة الأخيرة فتنحيت جانبا، لكن الشياطين أخطارهم ليست بالقليلة، أي اللي عادة لا نعرفها ولا نلتفت لها، نعرف جانب منها اللي هو وسوسة الشيطان. الشيطان مو بس هذا، خطره وشره أعظم من هذا بكثير. كل الحروب اللي أثيرت في العالم الشياطين كان لهم فيها يد ودور أساسي، كل معوق في حرب أو غيرها، كل جريح وكل قتيل وكل مستشهد، السبب الأساسي الجوهري هو الشيطان.
بل كل فاجعة، كل بلية، كل فقر، كل فاقة، كل مجاعة، كل تضخم في الكون فإن الشيطان هو وراء. واضح هذا؟ لكن إذا الإنسان كان يتمسك بهذه الآية الشريفة، يعني كان يكون في ولاية الله حقا، في ولاية رسول الله وعلي بن أبي طالب حقا، بعد ما كنت دور الشياطين كان سينتهي، كما سينتهي في زمن ظهور ولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي كنا نحرسكم من الشياطين، وفي الآخرة أي عند الموت. والحديث في هذا الحقل مطول. إذن الآية الشريفة تقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية الثانية تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه. فكلمة مولى تستبطن كافة المعاني. المولى فيها معنى الحق، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بلا شك، المولى هو الأولى، فهو أولى بنا. إذن منطق الحق موجود، منطق السلطة موجود، السلطة الحق، منطق الفوقية بالمعنى الصحيح لها موجود، لكن إضافة إلى ذلك هذا ولي يراعي مصالحك، يربيك أفضل تربية، يعتني بك أفضل عناية، يرعاك أفضل رعاية، لكن بشرط أن الإنسان يستجيب لهذا الدليل الذي يرشده إلى الطريق في المتاهة في البيداء. من كنت مولاه، إذن تتضمن هذه المعاني بأكملها. لكن كيف؟ أشير لا بأس كإشارة دقية هنا، أنه هل هذا بنحو الاشتراك المعنوي؟ ممكن، بمعنى أن المولى وضعت لجامع ينطبق على هذه 14-15 معنى كلها المذكورة في كتب اللغة من الناصري والمحب وغير ذلك، والوالي والسلطان والحاكم، أم هو بنحو الاشتراك اللفظي لكن المعنى الأول الموضوع له والمنصرف إليه هو الأولى، يعني هو الوالي الذي يلي الأمر. نحن نستظهر بأن المولى موضوعة لهذا المعنى المعهود اللي في الغدير انفصل الحديث عنه، ولكن يستلزم هنا الشاهد، يستلزم تلك المعاني الأخرى. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله انتخب كلمة تستلزم، لو قلنا بالاشتراك المعنوي كما هو محتمل أيضا، الاشتراك اللفظي مردود بين هذه المعاني كلها، وإن كان لو كان فإن المنصرف هو المعنى الأول. نحن نستظهر أحد المعنيين، إما المولى مشترك لفظي، مشترك معنوي، فتلك المعاني بأكملها مستبطنة في المولى، وإما هو نقول فرضا أنه موضوع لهذا المعنى الأول اللي هو الأولى اللي هو الوالي والولي، فإنه مستلزم لتلك المعاني، لأن الولي حقا سيكون هو الناصر وهو المحب وهو الراعي وهو غير ذلك. ننقل الآن في خاتمة بحثنا بعض النماذج والأمثلة عن أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، تثبت لنا كيف أنه كان ذاك الامتداد للرحمة النبوية. فرحمة علوية هي شعاع من الرحمة النبوية صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما أجمعين. في الرواية أن أبا هريرة جاء عند أمير المؤمنين عليه السلام، لكن الأمير ذاك الوقت كان حاكم، فجاء إلى أمير المؤمنين وأسمعه كلاما مرة، حاكم على 50 دولة بجغرافية اليوم، لعل حوالي ثلثي الكرة الأرضية كانت تحت سيطرته، وأبو هريرة واحد من الناس العاديين جدا. فجاء وأسمعه كلاما قاسيا. الآن منو أصلا يوصل للحاكم حتى يسمع كلام حق لو كلام باطل؟ من اللي يستطيع أن يصل للحكام في بلادنا الإسلامية أو الغربية أو غيرها؟
ألف واسطة تحتاج بعدين تقدر توصل ما تقدر توصل، تتجرأ تتكلم بكلام الحق ما تتجرأ. رجع أسمع الأمير كلاما قاسيا، والموقف موقف رحمة، موقف المولى لا من منطلق الحق وإن كان له الحق، من منطلق الرحمة. بعد ذلك لعله في يوم قادم جاء وطلب مجموعة حاجات. شوف الوقاحة، يعني بعض الناس عندهم هواي وجه عريض. البارحة أنت سابة، إحنا في مجتمعنا ما نسويها يعني، يصير الحاكم أمير، أمير المؤمنين. إذا واحد نفرض ابن عمه أخوه ما أدري صديقه اليوم جبهه بمر الكلام باكر ما يجي يطلب منه حق، أصلا يخجل، لكن الرجل ما يخجل، شو نسوي؟ اللي يضع الأحاديث 5000 وكذا من الأحاديث وضعها، هذا يخجل من أن يطالب. اجى غذاك اليوم فطلب حاجات من أمير المؤمنين عليه السلام. الأمير ملبى كل الحاجات، وأصلا ما أخطره بأنه أنت البارحة شنو هالكلام اللي قلته، الناس يشاهدون. قالوا لأمير المؤمنين عليه الصلوات والسلام، وشوفوا الرحمة حقيقة، وشوفوا هذا المنهج لو اتبع ألم تتحول، تكن الأرض تتحول إلى جنة. فقالوا لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قد قال فيك كذا وكذا، واليوم أنت تمشيها، مو مجبور خوي يمشي الحاجات، مو مجبور. فقال الإمام لاحظ روعة الكلمة، وخلي نخليها منهاج في حياتنا حقيقة، هاي الكلمة خلي نخليها منهاج في حياتنا. إحنا منكون نأخذ بعض الشعاع من رحمة أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين. فقال عليه السلام إني لأستحيي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي والسؤال وجودي. شو حقيقة درر الحكم، كل جزء منها حقيقة جواهر، والجواهر شنو في مقابل هذه الجواهر الحقيقية. إني لأستحيي، شوفوا النفس الرفيعة يقول أنا أستحي، بس هو ذاك لازم يستحي، لكن هاي النفس رفيعة جدا. إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي، هو بجهله هاجمني. الجهل بين قوسين أقول في اللغة العربية يطلق على معنيين بل أكثر، لكن في موطن الشاهد واحد، الجهل في مقابل العلم. أبو هريرة ما كان جاهل، يدري هذا أمير المؤمنين عليه السلام. فما المراد بالجهل؟ المعنى الثاني كثير في اللغة العربية وفي الروايات، احنا هنا بحث، وفي الآيات أشرنا إليه في بحث الاجتهاد في أصول الدين إشارة، يمكن يومين بحثنا عن هذا وأقل. المعنى الثاني للجهل أن يعمل عمل الجاهل، يعني هو عالم لكن يعمل عمل الجاهل فكأنه جاهل. هذا اللي يعمل عمل الجاهل يعني يدري هنا مسبعة ويشيت بها، هو السبع تاكله، يدري هنا عقرب ويخلي إيده تحتها فالعقرب تلدغه، فنقول هذا جاهل، مو أنه جاهل حقيقة، يعني نزل نفسه منزلة الجاهل، تعامل مع الحدث تعامل الجاهلين. إني لا أستحي أن يغلب جهله، يعني ما ينبغي أن ينبو عن الجهل وإن كان قد نبع عن علمه. إني لا أستحي أن يغلب جهله، وإن شئت فقل تجاهله، لكن الأدق ما قلناه. إني أستحي، لا أستحي أن يغلب، أو لا أستحي، لا أستحي لعلها أقوى، جهله علمي، لأني أعلم بأن الإحسان من شيم الكرام، بس هو الإساءة شيمته، لكن أنا شيمتي شنو؟ كثير من الناس هكذا يفكر، نقول له أحسن لفلان، يقول هو ما سمعت البارحة يحشي علي، فليحشي عليك، وكل إناء بالذي فيه ينضح فليهن، فليغصب حقه. أنا أتعامل بسمو نفسي، ليش أتعامل بضحالة مستواه هو؟ هذا المنطق منطق رفيع. إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي. هو أذنب لكن منه الأقوى، ذنبه ولو عفوي أنا؟ إذا أنا لم أعفو عنه معناته ذنبه غلب عفوي. ذو النفس الشامخة ما تغلب عفو ذنوب الناس، فليذنبوا في حقه. طبعا هذا مستثنى إذا الحكومة ظلمت، يجب الوقوف أمام الحاكم الجائر، إنما الكلام في حقوق الإخوة بعضهم على بعض وحق الحاكم على الرعية، الأمر معكوس. يعني إذا الحاكم الرعية ظلمته فينبغي أن يتجاوز ويصفح ويتسع صدره لهم، هاي القاعدة، كما صنع الأمير عليه السلام.
إذا أحدنا ظلم بعضا لا سمح الله ينبغي أن لا يظلم، لكن الآخر خل يعفو ويتجاوز. ألا تحبون أن يغفر الله لكم في الآية الشريفة؟ لكن إذا ظلم الحاكم الرعية يجب الوقوف أمامه بكل قوة حسب المستفاد من الآيات والروايات جميعا. إذن إني لا أستحي أن يغلب شنو؟ جهله علمي، وذنبه عفوي، وسؤاله جودي. وسألني أسئلة يعني طلب حاجات، حاجات أقوى أو جودي؟ الجود ينبغي أن يتغلب على الحاجات رغم أنها قد تكون حاجات من النمط الرديء، من النمط الرديء يعني في أي بعد من الأبعاد، مو من النمط المحرم، النمط الرديء يعني حاجات تكشف عن مستوى عقلي منخفض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نموذج آخر ثم نختم برواية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والمصلين بيت المال كله بيده، بيت المال. الآن شوية فلوس تجي بيد الناس في هاي الحكومات، تشوفون فد مرة لعله التقرير كانوا 40 مليار دولار اختفت، مو كان 40 مليار خلال هالكم سنة الأخيرة، اختفت وين راحت خلال العشر سنوات الأخيرة؟ رقم صدق خيالي، وين راحت؟ لا نعلم. شوفوا الأمير عليه بيت المال بيده، لكن ما كان يشيل من بيت المال شيء، إلى درجة أنه أحيانا كان يضطر إلى بيع سيفه. السيف هو سلاح المقاتل، الأمير كان في حالة حرب، يعني هذا أعز ثروة عند الإنسان، أعز شيء عند الإنسان ينبغي أن يكون في حالة الحرب. يبيع سيف، كان يبيع سيفه حتى يمشي حاجة من حاجات الشخصية من أكل أو شرب أو ما أشبه. وين هذا تشوفه في العالم كله؟ هذا مو منهج الرحمة؟ هذه الحكومة لو كانت هي التي، هنا في كتاب المعصومون 14 للسيد الوالد رحمة الله تعالى عليه ينقل هذه الرواية، ننقل نصها، نصها نص جميل بادئ، فيقول لعله ينقلها عن المناقب، مناقب على أبي طالب. وفي المناقب كان علي بن أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه، ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل. تصوروا قميص واحد، يمكن ما عندنا بالدنيا إلا النادر جدا، ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل لا يجد غيره. وفي نفس الوقت يقول شنو؟ أنه يا صفراء يا بيضاء وري غيري. الذهب والفضة تنهال عليك السيل فيقسمها بين الناس وكأنه يطردها عنها طردة. بعض الناس يتعلق بالمال، لكن بعض الناس يرى المال وبالا إذا يحصل فلوس. أنا أعرف واحد من العلماء هذا أصلا يكره المال يجي عنده، تجي هو وسيط خير في كثير من الأعمال، لما المال يجي عنده يشوف هذا كأنه عقرب الآن تحيط يمكن تلدغه، يحاول بسرعة يتخلص منه، يعني يعطيه في مشروع أو مؤسسة أو يتيم أو غير ذلك، وتصل بيده الملايين بل لعله المليارات. هذا حالته النفسية هيك، مربي نفسه من البداية، مربي نفسه أن المال شؤم إلا ما صرف في طريق الله، حتى في جيبه فلس واحد يحاول لا يكون، يعني بمجرد ما يجي فلوس تجي فلوس فورا ينفقها خلاص انتهى الامر. والله ايضا يوسع عليه باستمرار لانه راى من عبده الصدق، مو متعلق بالمال ولا توكله على المال، توكله على الله، يعرف هذا المال امانه. هسه اذا هاي الحاله تكون في الناس موجوده حقيقه، يشوف المال هذا عقرب ممكن تلدغه كما هو كذلك، الا لو سخرها في طريق الاخره. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، كما يقول تعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نؤمن على دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه كيفما دار، واجعلنا من خلص خدمه وأعوانه وأنصاره، وعجل اللهم لوليك الأعظم الفرج. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.